بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده هنعمل احلى والذ واطعم صينية بطاطس بالفراخ بنكهة الفحم. ازاي يا ام سمر؟ تابعوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله هيعجبكم وهينال اعجابكم. شايفين منظر الفراخ يا بنات؟ حاجة كده عسل 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 عسل. هتجربها بالطريقة دي وان شاء الله هتنال اعجابكم وهتعتمد الطريقة بتاعتنا. هنعمل صينية بطاطس بالفراخ، طريقتها سهلة وبسيطة جدا، هنعملها في الفرن وفي نفس الوقت هتبقى بنكهة الفحم. هتجربوها بالطريقة دي، سهلة وبسيطة جدا، والبطاطس بتاعتنا مستوية والفراخ بتاعتنا مستوية 100%، وهتكون شكلها لطيف وطعمها أحلى وأحلى. بس ما تنسوناش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. وبشكر حبايب قلبي اللي لسه داخلين وجداد، يضغطوا على اشتراك هيجيلكوا اختيار، اختار الكل عشان يوصل لك كل جديد يا ست الكل. وحبايب قلبي اللي بيدخل يشوف الفيديو من غير ما يحط اللايك، اللايك ببلاش يا عسلية انتوية، حطلي اللايك عشان الفيديو يرتفع وحبايبنا كلهم يشوفوا الفيديو بتاعنا. يلا بينا مع بعض ندخل نشوف صينية الفراخ بتاعتنا عملناها ازاي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي معايا فرخة كبيرة، نضفينها كويس جدا 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 ونقعها في خل وليمون وبميه. اهم حاجة نغسلها كويس جدا يا بنات تحت الحنفية، وبعد كده ننقعها في الخل والليمون عشان الزفارة تطلع منها وتبقى طعمها كويس وتبقى نكهتها معاك كويسة. اهم حاجة في البداية خالص ان احنا نغسلها كويس ونقعها في خل وليمون عشان تبقى كويسة ونبقى ضامنين نظافة الفراخ بتاعتنا. في البدايه كده يا حبايب قلبي معايا حوالي بصلتين ثلاثه صغيرين كده، هنبتدي نقطعهم في الكبه بتاعتنا ونفرمهم ناعم زي ما انتم شايفين كده. هنسمي الله ونصلي على الرسول، صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. ان زي ما انتم شايفين كده هنبتدي نقطع البصل بتاعنا كده، لا نفرمه في الكبه، حابه ان انت تقطعيه بايديك عادي مفيش مشكله عادي برده، بس احنا هنقطعه في الكبه تقطيع صغير كده وهنفرمه. وهنشوف هنشوح الفراخ بتاعتنا وهنتبل الاول في البصل ازاي. تابع معايا الفيديو من البدايه للنهايه والوصفه ان شاء الله هتعجبك وهتجربوها باذن الله. هنروح نفرم البصل مع بعض كده زي ما انتم شايفين، فرمنا البصل بتاعنا وغسلنا الفراخ كويس جدا من الخل والليمون تحت الحنفيه، وهنبتدي بقى ننزل بالبصل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده يا بنات. فرمنا البصل بتاعنا ناعم زي ما انتم شايفين، حابه ان تقطعيه بايديك عادي زي ما قلت مفيش مشكله، دي حاجه ترجع لك برده، بس انا حابه ان انا اقطعه ناعم خالص كده عشان اتبل الفراخ بتاعتي بيه. وبعد كده نكمل مع بعض الفيديو. معانا هنا معلقه فلفل اسمر ومعانا معلقه ملح صغيره برده، وهنبتدي نفرك البصل ده كويس جدا جدا لما نطلع العصاره بتاعته. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. معانا معلقه ملح ومعانا معلقة فلفل أسمر صغيرة برضو، هنبتدي نفرك البصل بتاعنا. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا يا بنات ونبتدي بقى ايه ندعكها بالبصل دي دعيك كويس جدا جدا عشان نتبلها ويبقى طعمها كويس. شايفين نرفع الجلد كده وندعك خالص خالص بالبصل بتاعنا عشان الفرخة بتاعتنا تتبل ويبقى طعمها جميل جدا زي ما انتوا شايفين. نرفع الجلد ونتبلها كويس بالبصل زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، قطع بقطع كده نرفع الجلد وندعك خالص بالبصل بتاعنا ده، هيخلي طعمها جميل جدا ويديها نكهه كويسه. وان شاء الله هجربها بالطريقه دي، هتبقى سهله وبسيطه جدا. زي ما قلت لكم في البدايه اهم حاجه غسيل الفراخ كويس جدا، واهم حاجه ننقعها كويس في خل وليمون في البدايه عشان تاخد منها طعم كويس وطعم حلو، اهم حاجه نظافه الفراخ. زي ما انتوا شايفين يا بنات تبلتها بالبصل وسبتها حوالي 10 دقايق. رحنا على البوتاجاز بقى هنسمي الله وننزل بحوالي معلقتين ثلاثه زيت كده، وهننزل بالمستكه والحبهان ورق لورا وننزل بالفراخ بتاعتنا نشوحها زي ما انتوا شايفين يا بنات. احنا زي ما انتوا شايفين كده هنسوي الفراخ بتاعتنا نص سوا كده قبل ما نعملها في الصينيه عشان نضمن سوات الفراخ بتاعتنا، وفي نفس الوقت هناخد احلى والذ شوربه. معانا هنا حبايه طماطم ومعانا جزر، وطبعا احنا حاطين البصل متبلين الفراخ في البصل في البدايه، هنغطي عليها شويه ونسيبها لما تتجانس مع بعض وتنزل العصاره بتاعتها خالص. وبعد كده هننزل بالميه زي ما انتم شايفين نزلت العصاره بتاعتها كويس جدا اهي، وبعد كده هننزل بالميه بتاعتها وهنغطيها ونسيبها مع بعض كده حوالي 5 دقايق لما تدينا طعم الشوربه جميل. وبعد كده نطلع الفراخ بتاعتنا ونشوف هنجهز الصينيه ازاي.
زي ما انتوا شايفين يا بنات، ولعت على الفراخ ورحت على السريع اقشر البطاطس بتاعتي عشان اجهز لصينية البطاطس بالفراخ. هنقشر كده الكمية المطلوبة اللي احنا محتاجينها مع بعض، وطبعا هنحتاج معانا طماطم ومعانا ثوم ومعانا شبت وبقدونس ومعانا بصل وطبعا البطاطس بتاعتنا. دي الحاجات او المقادير اللي احنا هنحتاجها في صينية الفراخ بالبطاطس. مقادير سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله هتعجبكم وهتجربوها بالطريقة دي، وان شاء الله هتنال اعجابكم. بس حبايب قلب مسمر، ما تنسوناش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، عشان عايزين نوصل مع بعض ل10,000 اخت معايا على القناة ان شاء الله قريب باذن الله. وقطعنا البطاطس زي ما انتوا شايفين قشرناها، هنبتدي بقى نقطعها كده دواير او طرنشات مدورة كده زي ما انتوا شايفين يا بنات، نخليها ما تبقاش سميكة قوي، تكون رقيقة شوية كده عشان ما تاخدش مننا وقت، لان كده كده الفراخ انا مسوياها نص سوا، عشان كده بقطع البطاطس رقيقة مش تخينة قوي عشان ما تاخدش مني وقت في التسوية. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي البطاطس جهزت معانا، هنروح برضو بقى نفرم الطماطم ونقطع الشبت والبقدونس والبصل برضو نفس القصة، ونجهز لصينية الفراخ. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي الفراخ بتاعتي استوت نص سوا، والبطاطس جهزت معانا، ومعانا التوابل بهارات محوجة، ومعلقة كمون، معلقة فلفل اسمر، معلقة ملح، ومعانا هنا البصل طرنشات وفلفل اخضر وشطة قرن شطة، ومعانا الشبت والبقدونس، ومعانا الطماطم برضو فرمها معاها فصين ثوم، ومعاها برضو فلفل احمر فرمها مع الطماطم. مقاديرنا سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله جربوها. عندنا الصينية بتاعتنا هنبتدي بقى ننزل بطرنشات البصل وطرنشات الفلفل، ومعانا الشبت والبقدونس، ومعانا التوابل بتاعتنا السبع بهارات والكمون ومعلقة فلفل اسمر ومعلقة الملح بتاعتنا، ومعانا هنا حوالي معلقتين ثلاثة زيت. وهنبتدي نفرك في الخليط ده كله لما ننزل العصارة بتاعت البصل والفلفل والمقادير بتاعتنا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هنحوش شوية كده في جنب يا بنات، نحطهم على وش الفراخ، وهنسم الله ونبتدي ننزل بالبطاطس بتاعتنا على الخلطة بتاعتنا الجميلة دي، ونبتدي نقلب البطاطس كويس جدا في الخلطة دي. زي ما انتوا شايفين لخبطنا البطاطس على الخلطة الجميلة، قلبناهم كويس مع بعض لما تجانسوا كده وكله بقى مع بعض. هنسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبتدي نرص الفراخ بتاعتنا. زي ما انتوا عارفين يا بنات الفراخ مستوية نص سوا، والبطاطس بتاعته برضو انا مقطعاها رقيقة مش تخينة قوي عشان برضو ما تاخدش وقت مني. زي ما انتوا شايفين هنبتدي بقى ننزل ببقية الخليط اللي احنا حشناه في جنب، هنحطه على وش الفراخ عشان برضو الفراخ بتاعتنا تاخد من التتبيلة بتاعت البطاطس اللي احنا حطيناها في البطاطس من تحت. ومعانا برضو الزيت بتاعنا، هننزل بحوالي معلقتين ثلاثة زيت على وش الصينية، ومعانا عصير الطماطم انا فارمة زي ما قلت لكم قرن فلفل احمر وفارمة توم مع الطماطم بتاعتي، هتديها طعم جميل جدا، وجربوها بالطريقة دي يا بنات بجد بأمانة هتعجبكم، وان شاء الله هتجربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. والصينية جهزت معايا، دخلناها الفرن وسبناها على نار هادية من فوق، غطتها من فوق ونار هادية من تحت، وسبتها استوت زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. ولعت عليها الفرن من تحت وغطيت وشها يا بنات، وبعد كده شغلت الشواية حمرتها كويس جدا جدا. طيب يا ام سمر انت قلت لنا بنكهه الفحم، فين الفحم بقى؟ هقول لكم هنعملها بنكهه الفحم ازاي. سهله وبسيطه جدا، وفي نفس الوقت هتبقى مشويه وعاملاها بالبطاطس، وفي نفس الوقت عاملين لها الفحم. هنعمل لها الفحم بطريقه جميله جدا وسهله جدا، وهتعجبكم مش هتكلفكم ولا اي حاجه، هتبقى طعمها جميل، هتبقى صينيه بطاطس بالفراخ وبنكهه الفحم. هنعملها بالفحم ازاي؟ عندنا على النار هنحط حتة فحم على النار تحمر، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه حبايبي. بس انتوا شايفين شكل الفراخ حاجة كده عسل عسل، والبطاطس ما شاء الله مستوية، والفراخ بتاعتي مهرية خالص، شايفين المنظر يا بنات حاجة كده عسل عسل عسل. حط بقى لايك لصينية الفراخ بتاعتنا بالبطاطس، شايفين شكلها عامل ازاي؟ حاجة كده عسل ما شاء الله، سهلة وبسيطة جدا، يا رب تعجبكم وجربوها بجد هتعجبكم كويس وكويسه جدا. معنا هنا حبايب قلبي فحم زي ما انتوا شايفين معايا قطعه فحم، حطاها على عين البوتاجاز الصغيره تحمر كده، لما تحمر معايا اقوم احط ورق، حته ورق المونيا او طبق صغنون زي بتاع اللي انا حاطاه ده،
وبعد كده نحطه وننزل بيه معلقتين سمنة او معلقة زيت على الفحم بتاعه. وبعد زي ما انتو شايفين يا بنات الدخانة اروح مغطية بغطا كتمة خالص الدخانة دي، تقوم تخليلي صينية الفراخ بالبطاطس طعمها جميل وطعمها فحم كأننا عاملينها على الفحم. شايفين شكلها ما شاء الله، قلبة ريحة الشقة عندي، اللي يشم الريحة يقول ده احنا شويين الفراخ على الفحم. جربوها بالطريقة دي يا بنات والله هتعجبكم جدا، وما شاء الله طعمها مختلف. شايفين بعد ما الفحم طفت شايفين شكلها حاجة كده روعة، وما شاء الله طعمها جميل، طعمها مختلف عن العادي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه. لا جربوها بالطريقة دي اقسم بالله جميلة وطعمها مميز وطعمها مختلف عن الطبيعي بتاعنا الفراخ اللي احنا متعودين ان احنا نعملها او صينية البطاطس. جربها بالطريقة دي بجد هتعجبكم ان شاء الله، وهتنال اعجابكم، سهلة وبسيطة جدا. وبعد ما خلصنا الفراخ او خلصنا الفطار قلنا نعمل بقى طبقين مهلبية على السريع كده لزوم السحور، يكونوا جاهزين نحطهم بقى في التلاجة يسقعهم، عشان حبايب قلبي بيحبوا المهلبية اكتر من الزبادي، فانا دايما بحب اعملها لهم يعني على طول. شايفين منظرها سهلة وبسيطة جدا، طبعا احنا عملناها مع بعض قبل كده. شايفين المهلبية، هنحط اللبن والنشا والسكر، سهلة وبسيطة، ونقعد نقلب على طول مع التقليب المستمر. وبعد كده نحطها في اطباق ونحط عليها الزبيب والجوز او المكسرات اللي انت حابة تحطيها. طبعا سهلة وبسيطة، مش محتاجة ان احنا نعملها مع بعض، واحنا عملناها كتير قبل كده بكام نكهة مع بعض على القناة. ودي كانت الصينية بتاعتنا، صينية البطاطس بالفراخ بنكهة الفحم، يا رب تعجبكم وتنال اعجابكم. حبايب قلبي وكل عام وانتم بخير، والأمة الإسلامية بألف خير يا رب، ينعاد علينا وعليكم الأيام بخير وصحة وهنا وسعادة وفرح يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يعجبكم. ما تنسناش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.